السلام عليكم من جديد. لقد عدت لكم بحلقة جديدة عن لعبة إيبك باتل سيموليتر، اللعبة البديلة لعبة تابز على الموبايل. والآن أنا أقوم باختبار العمالقة عملاق واحد ضد 10 رجال لنرى من سيفوز. يا إلهي لقد سحقهم. هذا كان، لننتظر قليلا. كان هذا اختبار 10 رجال ضد عملاق. لنقوم الآن بوضع 20 رجل ضد عملاق لنرى من سيفوز. هل سيتغلب 20 رجل على العملاق؟ لنرى. لنرى من سيفوز. لنراقب. قد بدأت المعركة. يا إلهي بضربة واحدة قتل 5 رجال. يا إلهي يا إلهي ما هذا؟ يا إلهي لقد تغلب عليهم، لقد استطاع التغلب عليهم. يا إلهي ما هذه القوة؟ لقد تغلب العملاق على 20 رجل. لنقوم بوضع 30 رجل هذه المرة لنرى هل سيتغلب العملاق على 30 رجل. لنراقب. العملاق ضد 30 رجل لنرى من سيفوز هذه المرة. أنا أظن أنهم سيسحقون، أن العملاق سيسحقهم كلهم بضربة واحدة. قد قتل رجلين بضربة واحدة. يا إلهي إنه عملاق شرس. لقد سحقهم، سحق 5 رجال بضربة واحدة. يا إلهي ما هذه القوة؟ هذا لا يصدق. 30 رجل لم يستطيعوا التغلب على العملاق. لقد انتصر العملاق وبسهولة. لنجرب هذه المرة، سأضع 40 رجل ضد العملاق ولنراقب. لنراقب لنرى من سيفوز. أظن أن 40 رجل سوف يتغلبون على العملاق بسهولة. قد بدأت المعركة. لقد سحقهم. إنه يتراجع إلى الخلف. إنه يتراجع. يا إلهي ما هذه القوة؟ يا إلهي سوف يقتلونه، سوف يقتلونه، سوف يموت. لقد مات العملاق. إذن هذه هي قوة العملاق. العملاق لا يستطيع التغلب على 40 رجل، لكن استطاع التغلب على 30 رجل بسهولة. كانت هذه حلقتنا لليوم. أتمنى أن تشتركوا بقناتي وأن تدعموني لكي أستمر بهذه السلسلة. كان معكم أخوكم باسم من قناة محترف جيمر، والسلام عليكم.